شخصيه قناوي 2024 سي جي سي جي واز كراك سي جي واز كراك غادي السبيطار لقيت الناس مفرشة القص ناس خاصة الراضي وناس خاصة القبس وناس خاصة قلب دير خدمتها بنقص بغيت نوريكم البلان مشي جبعام ديال الحبس صورت الناس كتوجع قالك انا يا ظالم اسقولي خمسة ضحايا وحق الرب العظيم ما قايص فيهم شي واحد غير الحساب القديم غاوي مشوني صح على صراط المستقيم من الشيطان الرجيم اعوذ بك يا رب اما نظر على شي حاجة اللي كدار في القلب كتحسبوني بحال باغي لهاد البلاد الحرب وانا باغي غير الكرامة والبيس والحب انا مشيت للحبس صغيرت شي حاجة واش المواطن منكم مابقات خاصها حتى حاجة راح نروح بالعود حنا ماشي لقاجة والناس راه محتاجين علاج ومعالجة كيما جات جات معرفنا شنو اللي قالت شكون اللي طاب الراس فين غادي مات الى جات جات ويلا دات دات غير بلاص الحبس ديروا الحل راه الناس وعات جرح ما عندها فصول حتى كنديرها انا واحد كيمدني الواحد هاك شد هاد الامانة شالله في راكليان صولو في الزنزانة ويلا باقي شي ما سمعت سمعت على مولانا ساعة ساعة في النهار هي باش كانت تحرك ما باقي تاقي الشر ناغر وريو لشرك حق تهرك كيتي برك سكتت عليتي يعني بكروفتو علاش انا في الحبس حيث صور سبيطار هذاك اللي كلا اول المرضى راه مصور مليار هو خارج على الاطار وانا ضاربني قطار شكون اللي فينا خطر ياك ما انا اللي حوار وزع من هاد الدرجه قرار راجي خطا ياك ما كونش كائن حر نازل من الفضاء ماشي حكومه حسب غناوي من الاعداء واش قمع ولا تبع ولا قدر وقضاء كيما جات جات معرفنا شنو اللي قالت شكون اللي طاب الراس فين غادي مات الى جات جات ويلا دات دات غير بلاص الحبس ديروا الحل راه الناس وعات شدة مورا شدة وسدة مورا سدة وصدة مورا سدة اش غتصد واش انت قدا وعطاك صح من عطا والعقدة صعب العودة راه يطول ليك المدة ويمشي يضربها بالبدا واش اللي كيصور الملاير غيفهم ليك الظروف غتقول المريم في داير غيضحيو بيك الخروف واش عارف لي طاير ومركبين في الناس الخوف تهضر زوين ولا تعاير غتشوف الويل غادي تشوف هدمو ياخلونا في النيوف غادي شحال من سنة زعما الوضعية والظروف غنصلحها انا راه ما ناويش الوقوف على ما ربنا غني وخا المصروف خويا هاك البنانة حقلي لي نيفي حردو لي قاعي طلاق الويفي قولي القاس حلا داعي نقي السيفي في اي راكور ساعي قالي زويفي وهنيني نصداعي كيما جات جات معرفنا شنو اللي قالت شكون اللي طام الراس فين غادي مات الى جات جات ويلا دات دات غير بلاصه